للشاشة سندريلا واحدة هي سعاد حسني، تلك النجمة والفنانة التي كانت تتمتع بالرقي والشياكة ليس فقط في أزيائها وإنما في طباعها وتصرفاتها. ورغم إنها لم تتمتع بمستوى تعليمي إلا إنها كانت تتميز برقي في التعامل، وهو ما تؤكده تلك الرسالة التي أرسلتها إلى العندليب بعد وعكة صحية تعرض لها، وهي الرسالة التي حملت تاريخ 6 أغسطس عام 1963. وكتبت سعاد بخط يدها وقالت: مبروك على دخولك الاستوديو وألف حمد لله على سلامتك يا حليم، إن شاء الله تكون دي آخر مرة تتعب فيها، وربنا يديلك طول العمر والصحة والحب. سعاد حسني. تزوجت الفنانة سعاد حسني 4 مرات، تزوجت من علي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان، وأيضا من المصور صلاح كريم، والفنان زكي فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد، وجاء من بعدهم كاتب السيناريو ماهر عواد، وظلت على ذمته حتى وفاتها.